مشاهدينا مساء الخير واهلا بحضراتكم، وساسعد بصحبتكم على مدى الساعات القليله القادمه استمرارا منا في هذه المتابعه على الهواء مباشره لاهم الاحداث وكافه التطورات واهم الاخبار التي سترد الينا من خلال مراسلي سي بي سي في المناطق المختلفه، مختلف المدن والمحافظات المصريه، وهذه التغطيه المستمره معكم حتى الثامنه مساء ان شاء الله من خلال بث مباشر. في فقرتنا التالية أو في هذا الحوار نحاول أن نطرح تساؤل يطرح نفسه بقوة في الشارع المصري في هذه المرحلة: كيف يرى تنظيم الإخوان الإجراءات المتبعة حاليا، وكيف يرون أيضا محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي والتي تبدأ خلال أيام قليلة أو يوم الاثنين القادم حسب التقديرات وحسب الموعد المحدد بشكل مسبق في الفترة الماضية، انتظارا لأي تطورات يمكن أن يعلن من خلالها عن إجراء هذه المحاكمة أو بدء هذه المحاكمة في موعدها، أو أي إجراءات أخرى قد تؤدي إلى في حالة الإعلان عن هذا الأمر إلى تأجيل هذه المحاكمة لأي أسباب محتملة على الصعيدين السياسي أو الأمني. أسئلة كثيرة حول تطورات المشهد السياسي، ومحاولة منا لقراءة هذا المشهد نطرح العديد من التساؤلات في هذا الحوار بحثا عن الحقائق. يسعدنا أن نرحب بضيفينا في هذا الحوار، الأستاذ الدكتور أيمن شبانة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. دكتور أيمن مساء الخير. مساء الخير وسعداء بوجود حضرتك معنا النهاردة. شكرا. ونرحب أيضا بالأستاذ أحمد بان الخبير في شؤون الجامعات الإسلامية، أهلا بحضرتك. أهلا، ويسعدنا أن تكون معنا في هذا اللقاء. شكرا. أستاذ أحمد، بداية دكتور أيمن، كيف تقرأ ردود أفعال أو تحركات تنظيم الإخوان في الشارع المصري حاليا، سواء لو بنتكلم عن العاصمة في القاهرة أو في مختلف المدن والمحافظات المصرية، ماذا يحاولون أن يفعلوا؟ هم يحاولون إرباك المشهد السياسي في المجتمع المصري برمته. هم يشككون في كل شيء، يريدون أن تعم الفوضى في كل مكان يذهبون إليه أو يتواجدون فيه. يريدون أن يصوروا الأمر وكأن هناك استقطاب في المجتمع المصري بين طيرين أساسيين متوازنين. هم يحاولون إيهام الشعب بأن الذين يخرجون في التظاهرات ليسوا من جماعة الإخوان، ولكنهم يمثلون جميع أطياف الشعب المصري، وهذا غير حقيقي. ربما يستشهدون بوجود هذا الطرف من هذا الفصيل أو ذاك للتدليل على ذلك، ولكنه ثبت للجميع أنه ليس هناك استقطاب في المواقف في مصر، ولكن هناك طيار جارف عبر عنه المصريون في 30/6 الماضي وما تلاه من أحداث، في مقابل فئة تحاول أن تضلل الناس. أنا أشبههم بالسوفسطائيين في اليونان القديمة الذين أفسدوا عقول الشباب وكانوا يثبتون للشاب الشيء ونقيضه في ذات الوقت، فتسببوا في حالة انهيار أخلاقي في المجتمع. ولكن يعني لحسن الحظ أن هذا المجتمع المصري بدأ يعي ذلك وبدأ يدرك أن ما كان يقال عن جماعة الإخوان من اتهامات، أن الكثير من هذه الاتهامات صحيح وفي موضعه. ربما كان هناك الكثير من المتعاطفين معهم، ربما وجد الإخوان بين جموع الشعب المصري من يقبل على انتخابهم ولو نكاية في مرشح آخر، لكن الآن السقوط ليس سقوطا رسميا مثلما كان يحدث في الماضي، وليس صداما مع الحكومات مثلما كان يحدث من قبل، ولكنه سقوطا شعبيا، وهذا هو الأمر الأكثر وضوحا في هذه الأثناء. تظاهرات الجامعات ليست يعني صحيح هي موجودة ومستمرة وتنتقل من جامعة إلى أخرى، وربما تحدث في ذات الوقت على التوازي في العديد من جامعات مصر، ولكن جامعة مثل الأزهر فيها أكثر من 500,000 دارس الذي يتظاهر بضعة آلاف، عدد محدود، وجوه معروفة في أماكن معروفة، الممارسات غالبا واحدة، يعني الشعارات واحدة، الترديد الشعارات واحد، كل يعني باختصار كل ما يريد الإخوان أن يفعلوه في الوقت الراهن هو نشر الفوضى والإيحاء بوجود استقطاب في المواقف السياسية. وهم يدركون جيدا أن مطالبهم التي يطالبون بها بعيدة المنال وأنها لم تحدث،
الحلول السياسيه من وجهه نظرين سنذهب اليه. يعني انا اتحدث عن امنيات، هم يتحدثون عن امنيات ولا يتحدثون عن حلول فعليه تنبثق من الواقع. ترى انهم لا يتعاملون بواقعيه مع المشهد السياسي، لا يتعاملون بواقعيه، يعيشون في عالم مغلق عليهم ويريدون ان يسير جموع الشعب المصري وراءهم. أستاذ أحمد بان، إلى أي مدى في البداية تتفق أو تختلف مع الدكتور أيمن شبانة في هذا الطرح في رؤيته لأسباب ولأهداف تحركات تنظيم الإخوان حاليا في الشارع المصري، وكيف ترى الأهداف الرئيسية التي تقف من وجهة نظرك وراء آلة الضغط التي يستخدمونها الآن؟ يا جماعة الإخوان بتتحرك بشعور من يعيش حالة الصدمة بسبب الخروج السريع من الحكم. لم تكن الجماعة تفكر أنها ستخرج بهذه السرعة، وهي آفتها ومشكلتها الرئيسية تماما كنظام مبارك عدم إدراك فروق التوقيت. بمعنى في الوقت اللي كان يفترض أن يبقوا ثوار أصروا أن يكونوا سياسيين وحدهم، وعندما تحولنا أو انتقلنا فعليا من مربع الثورة إلى مربع السياسة أصروا أيضا أن يكونوا ثوار في الوقت الخطأ. الأزمة الحقيقة في أن هم النهاردة بعد صدمة الخروج السريع من الحكم بيراهنوا على شيء واحد، وهو أن المسار الثوري هو اللي وضعهم في سدة أو في صدارة المشهد السياسي وحملهم على محفة ثورية إلى الحكم بفعل التشوف النظام السياسي المصري اللي مسؤول عنه بالأساس نظام مبارك. النهاردة هم متصورين بعد كل هذه التطورات اللي جرت في مصر وبعد انكشاف الفكرة الإخوانية والمشروع الإخواني بين قوسين أنهم قادرين من جديد على استنساخ مسار ثوري جديد يعيد تعويمهم في الحياة السياسية من جديد. ومدى واقعية التصور ده من وجهة نظر حضرتك؟ هذا التصور في الحقيقة بيتجاهل أن الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي كله تغير. حالة الشعب المصري تغيرت تماما. الشعب جرب هذا الفصيل، جربه في الحكم وجربه في المعارضة، فخزلهم في الحكم وخزلهم في المعارضة. في الحكم أصر على أن يستبعد فكرة الشراكة الوطنية وينفرد بإدارة مخدرات مصر على النحو اللي وصل الدولة المصرية إلى حالة أن احنا بقينا ما بنفكرش إزاي نتحرك بالدولة المصرية بقدر ما بنفكر إزاي نبقي على وجود الدولة المصرية ووحدتها الترابية. الأزمة النهاردة أن هو حالة الانفصال الكامل عن الواقع بتهيئ لهذا الفصيل أن هو قادر من جديد على أن يراهن على فشل النظام السياسي الحالي في تلبية احتياجات المواطنين وتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتراجع الدعم الغربي في مرحلة فينكشف الواقع الاقتصادي في مصر، فده يؤدي إلى سخط شعبي عام، فتلتحم هذه الجموع الساخطة شعبيا بالطلائع الإخوانية الموجودة في الشارع اللي بتجسدها دلوقتي مجموعات الطلبة، لأن هم عندهم مشكلة فيما يتعلق بقواعدهم، إن في حالة من حالات العصيان المدني الهادئ داخل قواعد الجماعة، لأنهم شايفين المسار مغلق، اللي بيخرج للشارع إما أن يقتل أو يصاب أو يعتقل، وبالتالي فكرة الانتحار لم تعد تستهوي قطاعات واسعة كثير من شباب داخل قواعد الإخوان، فهم بيراهنوا على الشريحة الأكثر نزقا الأكثر قدرة على المخاطرة اللي هي ما عندهاش أعباء اجتماعية، وبالتالي توجيهها بيبقى سهل. عشان كده شفنا مشهد طلبة الأزهر وهنشوف مشاهد طلبة الجامعات المصرية الباقية وقد يحركوا هذه المشاهد التي يمكن أن تشارك أو تلتحم بقوى الإخوان فيها بعض التيارات الشابة الثورية أو المعارضة حتى لو كانت مبنية هذه التحركات على حسابات خاطئة. ومش بيراهم بس على الشريحة، أعتقد أن الكتلة الحرجة اللي ساهمت في إشعال ثورة يناير منتبهة أنها مش هتبلع هذا الطعم مرتين من جماعة الإخوان، لكن هم بيراهنوا على بعض الشرائح الاجتماعية اللي هتتضرر بفعل الإخفاق الحكومي على حد تقديرهم، فتلتحم هذه الجموع وتشعل ثورة جديدة تضعهم من جديد في صدارة المشهد. سنتوقف قليلا معكم مشاهدينا لمتابعة الموقف أو المشهد الآن في محيط قصر القبة، ومعنا على الهاتف الزميل عوض الغنام مراسل سي بي سي ليتابع معنا على الهواء مباشرة وجود وقفة احتجاجية أو وقفة مؤيدة من شباب أو من تنظيم الإخوان للرئيس المعزول محمد مرسي، وهناك تحرك لبعض الأهالي حسب المعلومات التي وصلت إلينا وليؤكدها أو ينفيها الزميل عوض الغنام أن هناك تحرك أو مسيرة مؤيدة لخارطة الطريق. الزميل عوض الغنام مساء الخير. مساء الخير منذ قليل يعني انتقلت الأعداد القليل التي تبقت من المتظاهرين الذين تواجدوا أمام محطة المترو الملاصقة القبة، انتقلوا إلى أمام البوابة الرئيسية في القصر ووجهوا هتافات ضد الجيش وجنود الجيش.
لكن يعني أبى بعض أهالي المنطقة يعني أن يحدث هذا، رفضوا هذا الأمر وهتفوا للجيش، الجيش المصري وقائده الفريق السيسي، وما نتج عنه بعض الاحتكاكات، وما زال التوتر قائما حتى هذه اللحظة لكن بشكل أقل من ذي قبل. لكن ربما الذي يحول دون يعني تفجر هذا الامر هو قله الاعداد حتى هذه اللحظه، لان يعني الغالبيه من المتظاهرين المؤيدين للمعزول رحلوا منذ اقل من نصف ساعه، وتبقى البعض الذين انتقلوا بدورهم الى قصر امام البوابه الرئيسيه. على صعيد اخر، رد القاده والجنود المرابطون خلف القصر، القصر الجمهوري، على هذه الهتافات واصحاب هذه الهتافات المعاديه للجيش لتشغيل مكبرات صوتيه تردد الان يعني اغاني وطنيه يرج صداها في انحاء منطقه حدائق القبه. اليك. سنعود إليك بعد قليل، أشكرك لهذه المتابعة الزميل عوض الغنام مراسل سي بي سي، ونتابع معكم على الشاشة الآن مشاهدينا المشهد في محيط أو أمام قصر القبة، وربما نعود إلى هناك إذا استوجبت تطورات الأحداث أن نعود لمزيد من المتابعة من محيط قصر القبة أو من هذه المنطقة. مشاهدينا سنتوقف الآن مع فاصل قصير ثم نعود لاستكمال هذا الحوار، تابعونا.